كوني ما غادي نقدم لكم واحد الحلوه اللي قديمه بزاف، كتفكرنا في الطفوله ديالنا، كانت كدير لنا الوالده ملي كنا صغار. المهم هاد الحلوه سهله بزاف، كان سميتها الحلوه الطبقات. كنحتاجوا ليها كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، ربعه البيضات، كاكاو، خماره، وفانيا، والدقيق على حسب الخليط. دابا كنبداو كما العاده بالبيض والسنيده، نزيد عليهم فاني والزيت. ديما كنديروا بيضه بيضه، سيرتو دابا في حال سخون. انا شحال من مره كنديروا البيض حتى البيضه ديالنا الاخرى مثلا في الفقه السادسه ولا شنو كنوليو مضيعين كلشي. دابا كنزيدوا السنيده، كاس ديال السنيده، غنخدموا هاد العناصر حتى تذوب السنيده ديالنا مع البيض، عاد نزيدوا الزيت. من بعد ما كنذوبوا السنيده ديالنا في البيض، كلشي راكم عارفين هادشي، كنزيدوا الزيت. هنا عندنا واحد جوج معالق ديال الزبده، انا نسيت ما قلتهاش لكم، جوج معالق ديال الزبده غادي نحاول انني نهرسهم هنايا، ولكن ماشي مشكله، انا حيت نسيتهم خاصهم يتخدموا في الاول مع السكر. دابا زدت الفاني، غادي نحاول نحرك هاد الزبده شويه، ماشي مشكله، مع الطحين غادي تقاد لنا. غادي ناخد واحد شويه ديال زيت ديال الليمون، ملي غنقسم العجينه ديالي نص غندير فيه الكاكاو ونص غندير فيه هاد الليمون. وكنحتاجو ايضا باش نزيدو الطبقه الفوقانيه، كنحتاجو الكوك والعسل اولا الكونفيتور باش يلصق لنا داك الكوك اللي غندردرو حد من بعد غنقسمو. المهم انا غنوريكم الطريقه من بعد. دابا غادي نحاول ندوب هاد الزبده شويه نفرتكها مع نسيتها، ومن بعد دابا غنبدا نزيد الطحين بشوي بشوي هو والخميره. غنبداو نغربلو في الطحين ديالنا بشوي بشوي، عاد من بعد ملي الزبده تجمع لنا العجينه شويه عاد نكملو الجمع ديالها بيدينا. خاصنا نخليو العجينه رطبه ما تكونش قاصحه. بون هادي العجينه ديالنا ملي مورا ما تجمعات شويه، شتوها كتبان لكم خفيفه، كنرفقو نرشو عليها الطحين ونديروها. دابا غادي نحاول نقسمها على جوج، هانتوما راه الا حطيت يدي شويه غتلصق ليا في يدي، داكشي علاش انا كنرش الطحين، كنرش فورس عاد كنحاول نجمعها. دابا غادي نحاول نديرها بشي طريقه اللي غتقسم لي على جوج متساويين، تقسم لي على جوج هما متساويين، ماشي مشكل. النص غادي ندير فيه الكاكاو ديالنا، والنص غادي ندير فيه لو زيت ديال الليمون. الحلوه ديالنا مورا ما قسمناها على اربعه ودرنا دوك الطبق، دوك القسمات ديالنا. شو هادو هما الطبقات، كان انا بديت بالكحله، ممكن انكم مكتوبه نديروا الكوك تخليوه هي الفوقانيه. انا غادي ندير هنا الشكلاط، كنديروا الطبقه الاولى كنورقوها واحد شوي، الطبقه الثانيه، الطبقه الثالثه. دابا غنبداو نورقو بالمدلك حتى ناخذوا نص ديال هذا القياس هذا، حيت باقا غادي تنفخ. خليكم مع حتى نورقها ونوريكم قداش تقريبا عطاتني الحلوه. ها هي هادي، انا دهنت الطاوه بالزيت باش نتنقلكمش، والطبقه الفوقانيه حاولوا تخليوها شويه غليظه، لان هنا كما كتشوفوا انا كيبان لي ماشي بلايص رقاقت بزاف، بس كيبان لي الشوكولات، ماشي مشكل. المهم كلشي كيتغطى في الاخر. ممكن انكم تضبلوا المقادير، اللي بغى يضبل المقادير يدير واحد الطريقه سهله، وانه يدير هاد المقادير يعجنهم مبيضين ونفس المقادير يعجنهم نوار. هادي الحلوه ديالنا مورا ما خرجات من الفران. انا هنا دهنتها بالعسل، وعاودت حكيت فوق منها الشوكولات بالحكاكه، رقيقه كنحكوها. المهم على حساب نتوما الذوق ديالكم، ممكن انكم ديروا الطبقه الفوقانيه هي نوار وديروا الكونفيتور اولا العسل والكوك. انا كنفضل انني ندير الشوكولات باش يجيكم القياسات مقاربين. ديروا واحد الكباري بحال هكا وتقطعوا وتعاودوا ثاني تسدوا القياس. مثلا انا ديجا قطعتهم، بهذه الطريقه بالطول، كتتبعوا ثاني واحد القطعه اللي قطعنا، كنعاودوا نحطوها بحال هكا ونعاودوا نقطعوا باش يجيونا على الاقل ما يجيوناش مفوتين بزاف، حيت غيجيو مختلفين ولكن ماشي بزاف. دابا كنقطعوهم كنحطوهم في شي حاجه، وكنديروا مثلا الا درتوهم في بوطه ديروا بين الطبقه والطبقه بابي سولفيريزي باش
باش ما تعسلكمش لكم القاعده ديال الحلوى. مهم الصحه والراحه، نخليكم مع التقديم النهائي ديال الحلوى ديالنا.